اللي يهمنا الاخبار ولا ما يهمنيش؟ يهمك ماجد الانسان. يهمني وبدرجه امن قومي. يهمني امن قومي. يهمني بالكبير. وانا للصراحه تعرف في فرنسا نهار مش خاطر نقول في فرنسا تبع في الفرنسيس ونحب نفرنس كل بلاد وارطالها كما يتقال. يقولوا عليك فرانكوفوني وتحب الفرنكوفون العكس يقول جهه اخرى مش من حوثيله فرانكوفوني. لا اما اللي صاير في فرنسا النهارين هذوما ماجد الانسان يظهر لي البارح معنا اجتماع مجلس الدفاع. مجلس الدفاع في فرنسا على موضوع الكورونا. انا نتمنى اليوم الرئيس الجمهوريه يتحرك وانه يعقد معنا لما نتاع مجلس امن قومي يحضروا فيه كل الوزارات وكل المعنيين والخبراء وغيره ويخرجوا بقرارات عمليا الموجه عاليه 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 جدا وتستحق المجلس امن قومي. هذا بدرجه امن قومي كما قالنا الكامور بدرجه امن قومي. الكورونا والموجه العاليه هذه زاد هي بدرجه امن قومي صحي. خلينا نقول لك حاجه وانا تقديري الخاص لانه موجه عالي فالليزيكونوميست عندهم حاجه اسمها ستوب اند جو معروفه في الايكونومي. يظهر لي وقيت باش نعملوا ستوب بما يعني مرة أخرى. ستوب نرجع للكونفينمون رو كونفينمون. انا رايي هذا راي الامور فلتت خرجت على السيطره نستحكي على عدوى مجموعاتية ولا اللي هو الدولة مش قادرة إمكانيات البي سي آر ما ثماش فرق تحاليل ضربنا ضربنا تضربنا في الصف الأولاني طب وإطار شبه طبي ومستشفيات على فكرة فما وقفات احتجاجية في مستشفيات رجعنا أنه مستشفيات ما عادش تحب تقبل ناس عندها الكوفيد لأنه ماهيش إجازة لاستقبال ما عندهاش تيسير كوفيد وما عندهاش الكوفيد الأمور فلتت. أنا تقديري نرجع للروكونفينما مهما كانت الكلفة جمعة جمعتين نعاودوا نرتبوا الأمور بروتوكول كلاتنا الصحيه نقلنا صحتنا مستشفياتنا وغيره ومن بعد ستوب هذه نعاودوا نعملوا جو اخرى دي كونفينمون اخرى ولكن مرتب مش دي كونفينمون في برشا ارتجال وفي برشا عبث كما اللي قاعدين نشوفوا فيه. اقتصادنا مازال ينجم يتحمل كونفينمون جديد رو كونفينمون كما قال شيكيم بدرويج ولا لا واجراءات جديده كما اللي شفناها في مارس وفي افريل. ثم عباد راهو لمجرد انها تخمم في الكونفينمون كل الفتره هذيك نحكيو على المؤسسات نحكيو على العمل نحكيو على كل الصعوبات اللي تعرضوا لها التوانسه كل اللي توا مازالوا يتحملوا في معناتها لي كونسيكونس نتاعها. هل مازلنا نجموا نتحملوا كونفينمون جديد وفكره كونفينمون؟ انا نتصور صعيب برشا كان باش نرجعوا الكونفينمون توتال جديد على جميع المستويات. صعيب على جميع المستويات على خاطر حتى المواطن التونسي ماهوش باش يعاود يرجع يشد دارو و 24/24 وما يزموش يخرج. المؤسسات الصغرى اللي تضرت برشا ما عادش يساعد احنا لينا. انا نحكي الكبرى تضرت. انا نحكي لك حتى في الكيف شنو اللي صاير كي عملوا الكوفغ فو فما وقفات احتجاجيه تعملت لانه غيالمون باش يضرهم. لكن شنو هو في هذايا اليوم اللي نتمنى يكون عندهم نظره استشرافيه فما كيف ان بلان داكسيون خاطر مش الفايده اجراءات وقائيه فايده زاده انت الطاقم العلاجي نتاعك الاجراءات خلينا نقولوا كومون تريتي العباد اللي باش تمرض العباد اللي عندها امراض مزمنه اسكو احنا حاضرين للسيزون تاع الخريف سورتو نعرفوا فما H1N1 فما معناها الجريب اللي جاينا هذا الكل. انا نتصور الحقيقه الاخصائيين راهو عندهم ان بلان دو ترافاي لكن زاده يلزم ديما بلان A وبلان B وبلان C. خاولة سليماني خاولة الجميلة تسجيل 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هذا آخر ميزاجور تعليقك على الرقم هذا كي نعملوا كومباريزون مع مارس في نفس الفترة نلقاو توا رانا أقوى بيسر والوضع أخطر بيسر يظهر هو فما لي شيفر يدلوا لي الوضع اخطر من باقي ديما نقولوا نعاود اللي ماهوش صحاح 100% على خاطر التيست بي سي ار اللي قاعدين نعملوا فيه ماهوش ما عندناش الامكانيات باش يتم على نطاق واسع وباش نجموا نعملوا للناس الكل سو تيست دونك غيالمون معناتها 465 اصابه جديده اضربها فوا 3 بوتيت ولا فوا 4 كان جينا نعملوا لي تيست في معناتها في الجمهوريه التونسيه الكل وعلى اي واحد عندنا فيه شك معناتها اللي هو عنده الكوفيد 19 كما في العالم الكل قاعد يصير بعد ريكونفينمون اخر. انا الحقيقه جو سوي بور على خاطر لو فيت اللي احنا خرجنا من الكونفينمون وفرحنا وقلنا عرفتك كسكسي وصغاري صغاريت اكثر من الكسكسي ولا شنو فرحنا وقلنا فرحنا قبل ما ماركيو البونت قلنا سي احنا فتنا الازمه هذه وتعديناها ومشينا وكل تحلت الحدود عاودت رجعت رجع الفيروس اما ايفوليي وديفلوبي في الكونتاجيوزيتي نتاعو ولا يتنقل اكثر برشا صارت كوميونيكاسيون غلطه في النطاق هذايا
نتاعك الحاله صفر وكلي قاعد تونس حاله صفر وعمل لي كومباني نتاع السياح راهي تونس حاله صفر وكان اكزامبل بارفي نتبعوه في العالم لانه يبدو ام فما وجهه امنة فعلا وصلنا سختمم بالحق معناتها ونيتي ليكزامبل في العالم اللي وصلنا ما تقعدنا جمعتين وثلاثة جمعات ما عندنا حتى حالة جديدة ولا أكثر يمكن دونك ذيك كيما نقولوا احنا في الجيغ تربح الباتاي الأولى راهو مش معناتها تقني لا جيغ احنا ذيك باتاي الأولى تعديناها بعد تعاملنا بكل معناتها بكل ميوعة ولينا نورمال بوغ دو ماسك ما عادش أوبليغاتوار ولينا الناس كل رجعنا نسلموا على بعضنا عندنا واحدة من الناس نقول بعد ما تسيي أو وليت معناتها قلنا في تونس راهو ما عادش فما كوفيد 19 الناس كل ولات تسلم على بعضها ولينا نرجعوا نقعدوا البلايص وليت معبيه الدنيا كل معناتها ولينا ما هو توا هو توا في عالم وحدنا سامحني كورونا في العالم الكله في تونس ما فماش معناتها سي غاف هو توا حتى بالكورونا نقول هو حتى كان فما كورونا هيت بوستينا كان تاع مدفع ليه ولينا نقول فهمت نقص عليك مالغري علاش ديما تشاوروا فيا ليه عادي لا ما خاطر خاطر ما تجيش تقول العكس نحن زاد دي ميديتيرانيان معناها متوسطيين معناها وعاده المتوسطيين اللي يفتحوا على المتوسط انت ماشي فيها النظريه ذيك نتاع نحن نتاع المتوسط ياسر نحبوا البوس تكتيل برشا معناتها تكتيل دفين تاع شيخات قعدات ديسكوتيكات ولا شايفينا من الكورونا للقعدات والديسكوتيكات هو الى غيزون الى غيزون لا لا لانه ما تنساش حاجه راه التونسي والمتوسطي عموما مود حفالي اي هو الى غيزون كيلكو باغ اما بيريود نتاع اي الى غيزون تو تافي غيزون قلت لك انا واحده من الناس رجع اما راهو البيريود نتاع الكونفينمون وكل ولينا الناس كل خايفين ما عادش نسلموا نحيناها السنه هذيك ولينا الناس كل نسلموا بالكود معناتها الناس كل بالمرفق وكل من بعد توا اللي عاود صار من لولو جديد فو فيغ اتونسيون راهو سي تري 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 غراف راهو لي شيفخ اللي تراو فيهم راهو اضربوهم فوا ثلاثة فوا كاتر فوا 5 كاين مش اكثر راهو كي نعملوا اي واحد 12 مليون تونسي كي نعملوا كنا تيست كوفيد شوف قداش نطلعوا مرضى معناتها سورتو اللي هو معناتها ما اسامبتوميك هكا ولا فما اسامبتوماتيك اسامبتوماتيك فوالا معناتها بورتور سان اي سير عثتكم في الفيسبوك قال لك الناس الكل مرضى ودز على جوست كليماتيزور اي فوالا الناس الكل ماشي هكاك ماجولين شادي يبدو انه فما استهتار وتهاون من قبل المواطن هذا لازمنا معناتها نحطوه ناخذوه بعين الاعتبار وناخذوه بالحق اون كونسيديراسيون التوانسه هنا عندنا اكسي يا اما معناتها فما تهاون يا اما فما العكس تماما الخوف والاكسي كما صار لنا في الكونفينمون وتهستير معناتها اونتر جيومي اللي صار لنا في الكونفينمون من التهستير الى التهاون وهنا كيفاش التعامل تاع التونسي يكون مع الكورونا انا صار عندي جوست معناها اللي توضيح صغير هذاك علاش قلت لك عادي لي كلمه وفات 465 الرقم تاع التحليل الايجابي اللي خرج البارح راهي مدام نصاف بن عليا وضحت كونه راهو رقم يهم عمليه تقصي لمده اكثر من 10 ايام لانه الرقم كان مفزع العباد مش في بالهم تاع نهار هذه راهي في اطار الخطه الوطنيه للتقصي كوسوسوا في الكاف في القروان في جابس معناها في الولايات في بن عروس اللي فيها غيالمو ان بروبليم على مستوى العدوى المحليه فالرقم هذا نعاود أكد راهو نتاع عملية تقصي لمدة أكثر من 10 أيام فيما يهم ل 465 إصابة جديدة بالنسبة تويكا للمواطن الحالة اللاوعي لدى البعض ريناها تو ريناها زاد في الموجة الأولى لو سامحني رينا كال مش قلنا حالة وعي في الموجة الأولى وشوف لعبة نعرفش أنت هولي تفرجت معنا وريناها الكل كال الوقفات اللي خرجت في الليل اللي وهو يتحمل مسؤوليته واضح جدا توا الا 57 دقيقة باش نرجعوا لكم بعد شوية في ساعتنا الثانية من سيد نف مازلنا مواصلين بفقراتنا ومواضيعنا بعد شوية أخبار 8 متاع الصباح مع سالم أهلي تو سويت قبلها الميتيو مع صديقتنا ألفا باش